رائدة نسوية من الرعيل الأول الذي حمل مشاعل التنوير والحرية والعلم، ليس للمرأة فحسب بل للوطن بأكمله، فكانت من أوائل الفتيات التي التحقن بالجامعة وأوائل من نادى بالحرية والحقوق وأول من طرقت بوابة الصحافة وسارت وراءها طليعة من المفكرات والصحفيات الشهيرات. إنها الكاتبة الراحلة أمينة السعيد التي يوافق اليوم ذكرى ميلادها.